سمكة الفوق اليابانية تعتبر واحدة من أخطر الأسماك في التاريخ، وبعد ده كله الإنسان بيحب أكله بطريقة غير عادية. منيتكم ما بعرف خطورة السم مادة السيانيد. في مشاهير كثير انتحروا عن طريق أكل مادة السيانيد، زي الزعيم النازي أدولف هتلر وعالم الرياضيات الشهير ورائد علوم الحاسب العالي البريطاني آلان تورينج. الأخذ أبو ملكي عام 2013 بعد 50 عام من وفاته بمادة السيانيد. بعد خطورة مادة السيانيد هذه، إلا أن خطورة السم سمكة الفوق اليابانية أقوى من مادة السيانيد ب1200 مرة. عشان كده في الحلقة ده دايرين ناخدكم في رحلة جميلة ومسلية عن مزارع سمكة الفوق في اليابان. أشوفكم بعد الانترو. مرحبا، أنا مصطفى نور الدين من كركشم الزراعية الذي يمثل البوابة الحقيقية للمعرفة الزراعية. نسعد جدا بأن تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب ليصلك الإشعارات لكل فيديو يتم نشره، ونتمنى كذلك أن تعجب صفحتنا على الفيسبوك ومتابعة حسابنا على الإنستغرام والتيك توك. حاليا نحن في اليابان، وبالضبط في مناطق مزارع الأسماك، وبشكل خاص عن السمكة الدارين نتكلم لكم عنها هنا. هنا بتظهر لنا السمك ده من داخل المزارع وتم تغذيتها. إذا كنت سمعت عنها قبل اليوم الليلة تتفاجأ ببعض الأشياء المثيرة والمدهشة في اليابان، لأن السمك الشياطين ده خطر بل من أخطر الأسماك في العالم. هنا بتظهر لنا بداية الصيد للنودة من الأسماك، وفي اليابان بسموها فوغو، وفي بعض الدول اسمها تختلف مباشرة بعد عملية الصيد تبدأ عملية الصلق. طبعا ما أي ذول بمشي يصطحوا إلا تكون عندك رخصة من الجهات المتخصصة، وده عشان عندها واحد من أكثر المواد السمية في العالم في أجزاء مختلفة من جسمها. وده بخلينا ناخذ منها حذرنا طوالي. بعد ده كله لحم سمك الفوغو عندها مذاق قاس ولذيذ بالنسبة للشعب الياباني. طبعا صيد السمك ده ما بيتم فقط على المحيطات، لا بل تتم تزريعها بغرض تجاري. عشان كده خلينا نشوف طريقة تزريعها بكميات كبيرة وتغذيتها لغاية ما يكبروا في الفيديو ده. يلا نبدأ. أول حاجة بجينا مزارع الأصبعيات، وده بخلينا نبدأ من مزارع شركة اسمها مزارع تايجر للأصبعيات. هنا زي ما شايفين في الشاشة في أحواض مليء بالأصبعيات القاس في سمك الفوغو، ولساهم صغار في مراحل النمو الأولى. وفي الأحواض الدائرية الظاهرة قدامكم ده بتم تربية أسماك التفريخ عشان يوفروا البيض اللي بينتج منها الأصبعيات أو صغار الأسماك. طبعا البيض بخلوها تكون على حسب حجم المفرخ، يعني إذا كان المفرخ بيشيل حوالي 300 بيض، واحد تاني بيشيل 500 بيضة، بس بخلو البيض على حسب حجم المفرخ. وبعد ما تمت الأسماك سنة كامل بتم تفريقها في فصل الربيع، لأنها بس للحجم المناسب في الوقت ده عشان يفرقوها ويتواصلوا في عملية التغذية. طبعا بسبب الطلب الكثير للحوم الفوغو في اليابان، ده خلى الناس هناك تفتح عشرات من المزارع المتخصص في إنتاج أطنان من الأسماك، مع إنها تحتوي على سموم خطيرة جدا. سنويا ناس بموتوا بسبب السمكة ده. بعد كده بيتم تجهيز الأصبعيات القاس بسمك الفوغو عشان ينقلوه من أحواض التفريق إلى مكان تاني في المحيط، وده عبارة عن أحواض آعمة بتكون متواجد في البحار. هنا بتظهر لنا خلاص بعد ما وصلوا عبر الناقلات في مكان بيئتهم الجديدة تماما. العمال طبعا بحاول يفرغوها عن طريق الجرادل زي ما ظاهر قدامكم. بعد ما خلاص عملية التفريق اكتمل بدون أي مشاكل، طوالي بقينا مرحلة نقلهم لمزارع الأسماك المعد مسبقا والمهيئ لهم خصيصا. وده طبعا المزارع ده بكون في البحر، بخلوهم في البحر عشان يحافظوا عليها من خلال وضعهم في وسط البحر، وده بخلي بيئتهم بكون تقليدي جدا. وهنا على الرغم من انها ما زالت صغيرة الا ان مميزاتها فضل زي ما هو من غير اي تغيير، وهنا بحاول بنتبه. وبعد كده خلينا نشوف كيف بتم تفريغها في البحر، وده بمثل لهم بيئة مختلف عن اماكن التفريغ الاول مرة ربوا فيها زي ما وضعناها في البداية. بعد ما نقلوهم عن طريق المراكب المخصص لمكان التفريغ داخل البحر مباشرة، العمال والمسؤولين ببدأوا بنقلها عن طريق الشباك اليدوية الظاهر ده من المركب لمكان التفريغ مباشرة على البحر، وبقعدوا هنا زي سنة وبكون جاهز عشان يتم حصاده ويودوها السوق. وهنا بتظهر لنا أحواض التفريغ المعد مسبقا داخل البحر، وهنا بكون في شكل صناديق بأبعاد محددة. طبعا معروف ومثبت علميا عن طريق أبحاث ودراسات أن السم سمكة الفوغو تتكون من البيئة الحواليها عن طريق بكتيريا خاصة وبعض الحاجات الثانية.
وهنا بتظهر لنا ان الزول قاعد بقلع اسنان الاسماك ده عشان ما يهاجموا بعضهم، والكتلة اللي شايفينه ده عبارة عن اسماك جاهزة عشان يفرموها ويغذوا بيها اسماك الفوق. طبعا بيستمر عملية التغذية هذه بشكل مستمر على حسب جدول التغذية الموعد مسبقا. السمك المفروم ده ما بدوهم دائما، بدوهم فقط زمن هم صغار، لكن مجرد ما بيبقوا كبار ثاني بدخلوا لهم سمك التغذية في كتل داخل الأحواض الأعلى. وبعد استمرار عملية التغذية لغاية ما يصل الأسماك لطول 30 سنتيمتر زي بعد سنة بكون جاهز لعملية الحصاد أو الصيد. طبعا العمال بيدربوهم عشان يعرفوا بالضبط الحجم المناسب للصيد عشان يصيدوها ويخلوا الماء وصل للحجم المناسب يصل للحجم المناسب. بعد ما تمت عملية الحصاد مباشرة بنقلوا الأسماك للأسواق التجارية والمزادات العلنية. سعر سمكة الفوجو يختلف على حسب العرض والطلب، وفي الغالب السعر تتراوح من 1000 إلى 5000 يان ياباني للكيلو الجرام الواحد. ومطلوب من شخص متخصص في تحوي سمكة الفوجو أن يحصل على شهادة زي داء موثقة من جهات حكومية، والشهادة ده تاخده بعد تدريب وممارسة المهنة من 2 إلى 3 سنوات. وقبل ما تحصل للشهادة لازم تجتاز الامتحان النظري والعملي، وفي العمل ذاته في جزء لازم انك تذوق الاكل اللي عملته المصنوع من سمكة الفوجو. والناس اللي بيجتازوا المرحلة ده حوالي 35% فقط، اما بفشل في الحسابات الدقيقة او بموت اثناء ما هو بيختبر الاكل الامله. وبسبب السمية العالية ده لحم سمكة الفوجو محرم اكله تماما لامبراطور اليابان، لكله عشان هم بخافوا انه يمكن ان ترفاقته لو اكلوا بعد ما يمر بكل الاختبارات يسبب في وفاة الامبراطور. وفي نفس الأمر ممنوع تماماً أن يتباع داخل الاتحاد الأوروبي، إما في الولايات المتحدة الأمريكية مسموح أكله، لكن بعد ما تحصل على نفس التراخيص اللي بمنحها السلطات اليابانية وقبل ما يسمح بفتح مطاعم خاصة الفوجو في الولايات المتحدة. في صاحب مطعم ياباني قاعد بحاول له 5 سنة مع إدارة الغذاء والدواء عشان يسمح له بالاستيراد الحصري لسمك الفوجو الياباني لمطعم حقه في مدينة منهاتن، وفي سنة 1989 أدوه الترخيص. طبعا اليابان معروف بمعدلات الانتحار العالية، ده بخلي سمك الفوجو واحدة من وسائل الانتحار في اليابان. وبكده نكون خلصنا رحلتنا في مزارع سمك الفوجو. إذا عجبك الفيديو نتمنى أنك تشاركه مع الأصدقاء وتشترك معنا، وكذلك أعجب صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام. أشوفكم في حلقة قادمة في رحلة جديدة. سلام.